هي مشاهد القتال الذي دار بين قوات الجيش التونسي وعناصر إرهابية تسللت إلى مدينة بنجردان التونسية الواقعة قرب الحدود مع ليبيا. الإرهابيون هاجموا ثكنة للجيش ومركز الشرطة ومركزا للحرس الوطني التونسي، ما أدى إلى مقتل 36 متطرفا و12 عنصر أمن و7 مدنيين، وفقا لما أكده رئيس الوزراء التونسي الذي قال: الدرس الذي يجب علينا تعلمه من خلال هذا الهجوم هو أنه يجب علينا أن نبقى حذرين، كما يجب أن نعتمد على وسائلنا الخاصة ونكون متأكدين من أننا على أهبة الاستعداد لمواجهة أي هجوم محتمل. ويرى محللون أن الفوضى الليبية بدأت تمتد إلى المناطق الحدودية التونسية، حيث يرغب تنظيم الدولة الإسلامية في أن تكون بنجردان مركزا استراتيجيا لمنطقة محررة تشمل جنوب الشرقي التونسي ومنطقة طرابلس الليبية.